مرحبا مسيو. اهلين مرحبا دايما. كيفك؟ اهلا اهلا. ان شاء الله منيح؟ الحمد لله. البيع انت حلو ما ها؟ نعم حلو. ما تخيل انا اول مره بفوت لعندك. يا اهلا. شو الاسم الكريم؟ زبيب. اسمي زبيب. وحضرتك مسيو؟ هبل. شو؟ نعم هبل من بيت السطل. سؤال كبير يعني. ما بدنا نفوت بالتفاصيل. شو بقدر اختمك مسيو؟ هبل. ايه نعم. لك استاذ عنب زبيب. زبيب عنب كله بالتيكا. لك وحياتك قطعه النموره قديه طولها؟ صار لي 35 سنه حلوانجي. ها اول زبوني بيسالني قديه طول قطعه النموره. دائما في اول مره. عمول مارو شوف لي قديه طولها لو سمحت. يلا لحظه. طولها طولها يا سيدنا 7 سنتي. طول قطعه النموره 7 سنتي. ايه ما تاخذني. نحن بدنا 120 سنتي. 120 سنتي بنقسمهم على قد ايه؟ قلت لي 7 سنتي. 7 بيساوي 17 قطعه ونص نموره. طيب شوف لي عرضها قديش. عرضها نعم. عرضها 5 سنتي. العرض والله 5 سنتي والله من هيني. نحن بنعوز 42 سنتي بنقسمهم على 5 بيساوي بدها 8.5 قطعة. يعني 8 قطعة ونص بنضربهم ب 17 بيعطونا 142 قطعة ونص نمورة. هيدا لورا. وبدنا لقدام مثلهم يعني بدنا نضربهم باثنين بصير بدنا 285 قطعة نمورة ونص. كثير منيح. ليك وحشتك الكمام أو لك قديش بيعوزوا؟ كمام؟ شو الكمام؟ شو عم تعيط؟ خلص ما دغري تلبكت وخلص بلا الكمام. خلص يا خي بنعمله بالزلط من هون ومن هون. خلص ماشي الحال نعمله بالزلط. لك شو هو؟ فستان. فستان. ما اليوم عيد مرتي، عيد ميلاد اليوم. قلت لها بدي جيب لي فستان مخمل. قالت لي بدي فستان حلو. وانا شو بدي اطلب مرتي بنفسي ستي دغري ضرب راسي على شو على الناموره. انا بعمل ناموره. وخصوصي كل اصحابي شو بيقولوا لي؟ يا هبل مرتك بتلبس حلو. وحياتك انا رح صير احسن زبون عندك اذا انت عملت لي اللفته. شوف لفتي صعب اعمل لك. نعم. بس رح اعمل لك لفته. لفتي؟ شو لفتي يعني؟ هيدا حلو جديد عندك محل مسيو؟ هاي لفتي. هاي لفتي. عملك وحده ثانيه وهي لفتي. لفتي ثالثه وهي لفتي. لك روح لك يا اهبل. انت خسرت احسن زبون عندك بالمحل. تعرف ليش؟ لانه عدا انه انا كنت بدي وصيك على فستان من النموره، كنت بدي وصيك على سكربيني من الكنافه. على كل حال انت شو قلت لي اسمك؟ زبيب؟ ولك انت اذا رحت والله هيك ولك طلعت والله نزلت انجح حسرم مش بالاسم.